مدت لها النهارده اخر فرصه. لا 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 متراقبه متراقبه ما تخافش. انا هلعب في الكور. هكلمك تاني. هقعد مع الولاد ومعاك هنا. صدقيني انت خدت القرار الصح وعمرك ما هتندمي عليه. انا اسعد واحد في الدنيا. خلاص خلاص ما تضغطيش على نفسك. خدي وقتك. ما تبصليش. اقري الجورنال اللي بيجيلكوا كل يوم البيت صفحة الإعلانات. هتلاقي وظيفة بالعربي. قدمي فيها. ان شاء الله هترجع مصر قريب يا مدام سلمى. خلصتي ولا لسه؟ يلا بقى عشان نروح. أنا يعني إيه؟ أمين. واسمي يعني إيه؟ شيمين. برافو. إيه ده؟ أنت اتعلمتي عبري من ورايا ولا إيه؟ لا أبداً، أصل الجورنال ده ساعات بينشر حاجات عربي وبقراه وبتسلى. بقول لك إيه؟ أنا بفكر أشتغل. تشتغلي؟ أصلهم عاملين إعلان عايزين سكرتيرة بتتكلم عربي. وأنا بفكر أقدم. ما مش معنى ان هما طالبين سكرتيرة بتتكلم عربي يبقى كمان طالبين انها ما تتكلمش عبري. ايه المشكلة؟ ما فيهاش حاجة لما جر. ما ينفعش. انا واضح حساس وشغل بيفرض عليا ان انا ما احتكش بناس ما اعرفهاش. ماشي ماشي. استني بس استني. شغل يعني سي في يعني انترفيو. تقدري تقولي لو سألوكي جوزك بيشتغل ايه هتقولي لهم ايه؟ هقول لهم اللي انت عايزني اقوله. هقول لهم انك بتشتغل في بنك زي ما كنت بتعمل في مصر. يا عزت انا محتاجه الشغلانه دي. انا هنا معرفش اي حد خالص وقاعده زهقانه وحاسه بوحده فظيعه. ودي شغلانه بسيطه ومش هتاخد مني اي مجهود. ارجوك توافق عشان خاطري. طيب ماشي. لو عايزه تشتغلي بجد سيبيني اشوف لك الشغلانه المناسبه. انا ليا علاقات واتصالات هنا في البلد وممكن اجيب لك شغلانه احسن من دي 100 مره. وبمرتب اضعاف اللي هديهولك. علاقاتك واتصالاتك؟ انا كنت فاكره ان دوله اسرائيل المتقدمه دوله نظام ودوله عدل وان محدش يقدر يشق طريقه بالواسطه او ان ليه قرايب يعني واصلين ولا حاجه وان الحاجات دي ما بتحصلش غير في الدول المتخلفه. خلاص يا ستي. ما دام انت عايزه الشغلانه دي وهتريحك ومش هتحسسك بالوحده انا موافق انك تقدمي فيها. بس الاول اتاكد انها امان.